السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الصنف. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 48. قبل كل شيء أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة خير لنا جميعا، وأيضا تكون لنا سنة أفراح وتعلم وتطور لنا جميعا إن شاء الله لكم ولنا. مقدمة: اعلم النجاح لا يتم من أول 10 أيام أو أول 3 شهور، بل النجاح يعتمد على الجهد المبذول من قبلك، أي في المختصر النجاح يعتمد على سعيك. هذا ان شاء الله يكون اول فيديو في سنة 2022 وفي تاريخ مميز 1/1/2022. الامر الذي سوف نتعلم عليه هو سي ماتريكس، فقط امر واحد ليكون فيديو مختصر وجميل. ايضا سي ماتريكس يتكون من CMATRIX. كما تشاهدون هذا الامر يعرض لنا مجموعة حروف تساقط او مصفوفات تساقطية. للخروج ننقل على حرف كيو المتواجد في لوحة المفاتيح او ننقل على كنترول سي. وفي الاخر نتشارك معكم صورة توضح بعض الميزات التي يمتلكها مدير نظام لينكس، اي لينكس ادمنستريتر، او من يمتلك قوة التعامل مع نواة نظام التشغيل لينكس. نذهب الى الصورة. كما تشاهدون هنا مصدر الصورة Network Development Group، ويعتمد ترجمة الصورة عليكم سواء قمتم باستخدام جوجل ترانسليت او بينج ترانسليت. تقول الصورة Top Perks for Being a Linux Professional، وإن شاء الله جميعكم تكونون محترفون في نظام استخدام لينكس. Flexible Work Schedule، Telecommuting، Bigger Bonuses، Salary Increase Above the Company Norm. ومع السلامة، وإن نتمنى لكم الخير في هذه السنة الجديدة 2022، وكل عام وأنتم بخير.